تصدق كل حاجة حلوة في يوم حر زي اليوم النهاردة. النهاردة حقيقة يعني أنا عايزة بس أقول للناس اللي قاعدة في البيت ما تقلقوش، النهاردة معانا وصفات لطيفة جدا. كل اللي منزلش من البيت عشان الدنيا حر مش هيندم خالص إنه منزلش. مساء الفل يوسف. حصل مساء الفل عليك يا نوني. مساء الخير على كل مشاهدي دي ام سي، ومساء الخير على كل مشاهدات السفيرة عزيزة. النهارده زي ما نوها قالت النهارده عندنا حلقة مختلفة شوية، قلنا الدنيا حر فنعمل لكم كده شوية وصفات ترطب عليكم هذا الجو القاتل وتفرحكم كمان، لأن الحاجات دي بتبقى مفرحة. ده أكيد. طب احنا خلينا نبدأ الحلقة على طول ونشوف معانا إيه. بوجي معانا. بوجي الحقيقه بوجي هو البطل النهارده. منورنا يا بوجي. والله عامل ايه بوجي؟ انا مبسوطه جدا انك موجود معانا، لان فعلا فعلا محتاجين حاجه ترطب شويه. ده انا شرف ليا. وبما انك انت يعني استاذ في الايس كريم فهتعمل لنا ايس كريم ايه؟ في معايا فستق ومعايا مانجا. الله عليك. الله قوي. انا ببقى دايما بسال نفسي هم ازاي بيعملوا ايس كريم المكسرات وانت جايب هنا يعني الفستق. بص صحيح كمان مش فستق يعني كده مش مش صوص الفستق ده، فستق بحقه حقيقي. الله انت مكلف انت صارف مكلف. لا 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 ده احنا فيه عشان يبقى يتصور كده في ايه ايس كريم. ده حلو صور بقى صور. بقى ده مش بيتعمل منه الايس كريم. بيتعمل ايس كريم منه. بيتعمل منه الملح. ايوه عشان اتصور. انت عارفه الملح لما بتضيفيه على مثلا شوكولاته على اي حاجه بيعزز الطعم. دي اللي هي ذره ملح. ذره بتاعه الكيكه. برافو عليكي. عارفاها. طب هتعملي انا عايزه مانجا. يس. وانا عايزه الاثنين. الاثنين؟ الاثنين. تمام. بس انا عايزه المانجا من غير لبن. تمام موجود. بذمتك. موجود. هو في ينفع ايس كريم من غير لبن؟ هو ينفع بس احنا هنضحك عليها النهارده. طب زي بعض. لا مش هتضحك عليا. طب بصي ذوقي ولو ما عجبكيش. لا عندي مشكله في لا 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 مشكله. تهيؤات. ده ايس كريم. ده ايس كريم. ده ايس كريم الفانيليا نفسه. شفتي؟ طيب لا تقلقي. طب احنا عندنا بطيخ كمان. انت ممكن تعمل لنا ايس كريم بطيخ؟ طبعا. هتعرف؟ انا اصلا هاخد منك البطيخ كله. خلاص انا هشيل لك شويه على جنب. طب احنا عندنا كمان وصفات بطيخ ونهى هتعمل لنا سلطه. هتقولي لنا على الوصفه. هقول لكم على اسراري نهى. بدي مش عايزه اقول لك. هنسيبك ونروح وريني بقى وصفه السلطه حضرتك. يلا بينا. ماشي اتفضلي يا فندم. بص يا ستي بقى النهارده هعمل لكم وصفه بطيخ. بما ان الدنيا حر جدتي زمان كانت تعمل ايه؟ انت بتاكلي الشغل ده بطيخ؟ لا ده خيار. ده خيار. جدتي زمان كانت تقعد قدام التلفزيون تستنى المسلسل بتاع 7:15 ده وتقعد تركز كده وقدامها طبق البطيخ وطبق الجبنه البيضاء. مفيش عيش؟ مفيش عيش. بحب العيش. هي كانت رفيعه. تحبي العيش؟ ممكن نزود عيش. ممكن نص رغيف كده بالجبنه البيضاء ومعاه طبق البطيخ. حلو قوي قوي قوي. بص يا ستي المكونات كلها سهله جدا بسيطه جدا جدا. معانا بطيخ، معانا خيار متقطع، معانا جبنه بيضاء طبعا حسب الرغبه، اللي بيحب جبنه بيضاء حادقه واللي بيحبها دلعه وحاجات كلها. اظن الفته هتبقى اسلم. انسب حاجه للسلطه بس. ومعانا هنعمل بقى زي السلطه العاديه هنعمل دريسنج. عباره عن ايه؟ عباره عن زيت زيتون، ليمون، خل بلسمك، نعناع، ملح وفلفل. على فكره لو ما فيش خل البلسمك عشان انا عارفه ان ده السؤال اللي انت كنت هتساليه لي. غالي. ممكن بالظبط كده ممكن نستخدم خل عادي وممكن نستغنى تماما عن الخل لان معانا الليمون. ممكن كمان لو حد بيحب الحاجه تبقى سويت اند ساور عشان بما اننا هنحط ليمون وخل ممكن معلقه عسل صغيره برده بتدي طعم حلو قوي. ممكن تحطي معلقه سكر معلقه عسل بالظبط. السيرب بتاع الوافلز. ممكن. يعني احنا النهارده هنعمل سلطه بطيخ على غرار الجبنه والبطيخ بتاعه زمان بس اتس كول. سو كول طبعا. ده ستايلش جدا دي زي اوكي. وعايزه برضه اقول على حاجه تانية ان على فكره لو عندنا اي حاجه في الثلاجه حابين ان احنا نضيفها على السلطه دي مش اي حاجه قوي يعني لكن ممكن مثلا يا سالي زيتون اسود ممكن نضيفه على السلطه دي. ممكن نضيف جرجير. ممكن احط بنجر. ما جربتهاش بالبنجر. ممكن مكسرات. ممكن نعمل كارملايز عين جمل اللي هو ده بيبقى لطيف جدا. هنحطه في شويه سكر. في شوية سكر على النار. نحطه فوق الوش يبقى برضو ممكن ممكن نحط سبانخ اللي هي البيبي سبينتش. دي السبانخ الصغيره دي بتبقى ظريفه جدا. ممكن فلفل الوان برضو. طب هيمشي. نحط لنا بقى ابتدي يعني عايزين يلا يعني بينا عمالين جوعتينا يا شيخ. مش كده برضو. طيب هي الحقيقه العمليه سهله جدا. طبعا البطيخ يفضل ان هو من غير بذر لان مش حلو ان ناكله الاول يعني ولا لا لا نشيل بس من عليه من جوه البذر بسكينه. هاتوا بطيخ بناتي. مفيش. ما هو لو كان فيه ما كانش حد غلب. ادي البطيخ بتاعنا هنحط عليه
خيار. بصي العمليه سهله جدا جدا جدا، العمليه في النمليه، عمليه في النمليه قوي. وبعدين هنجيب شويه نعناع مقطع وهنضيفهم عليه اهو، هنخلطهم مع بعض كده. وزي ما قلت لكم لو حابين ان انتوا تضيفوا جرجير، لو حابين تضيفوا السبانخ، اي حاجه حابين تضيفوها مفيش مشكله خالص. فوق الوش بقى بنحط الجبنه اهي. عايز تقطع صغنن مش كده؟ اه كنت بفكر، حسيتي ان انا كنت بفكر. حسيت ثانيه اشوف لك اهي. خلاص خلاص يا سيدي، شايفه سكينه كده. وليه انا حطيت الجبنه فوق الوش؟ لان بيبقى شكلها احلى. بيبقى شكلها احلى مش اكتر يعني. هقطعها هنا اهي. فممكن طبعا نحط جبنه زي ما احنا عايزين طبعا حسب الرغبه. في ناس بقى عارفه ايه بيعملوا ايه؟ بينقوا الجبنه. يعني ايه بينقوها؟ يعني ياكلوا الجبنه كده فوق الوش ويسيبوا الباقي. وفي العكس، انا طبعا بعمل العكس لان انا انت عارفاني ده هتلاقيه الجيل الجديد اللي مش فاهم نظريه الجبنه بالبطيخ. انت عارفه نظريه الجبنه بالبطيخ دي اللي هي ايه؟ زي الناس اللي بتحب حلو بحادق، او الناس اللي بتاكل الحادق وبعدين تحلي وبعدين ايه تحس انها جنبها. جربتي الفول بالعنب؟ لا ده حلو حلاوه. بس جربت عارفه الفول بالايه؟ ايه؟ بالقشطه. طب عادي عادي. فول وعنب؟ لا ده جديد عليا. طب جربتي البيض بالعجوه؟ الايه؟ البيض بالعجوه. اه طب شفتي بقى تقليدي تقليدي معروف. طيب كفايه كده الجبنه. نحط بقى ايه الدريسنج بتاعنا اهو. هنحط زيت الزيتون طبعا. في برضو حاجه مهمه قوي حابه ان انا اقولها لك. انت عارفه البطيخ غير ان هو طبعا غني بالميه والفايبرز والحاجات دي كلها، فبالتالي بيروي العطش، لكن البطيخ مهم جدا جدا. وقشر البطيخ مش هتصدقي بقى اهميته. احنا بنرمي قشر البطيخ؟ قشر البطيخ. في ناس بتحمره، انا ما اعرفش الصراحه دي، بس انا عارفه حاسه اني عارفه المعلومه دي بس مش عارفه منين. طب ما تيجي نكلم حد يقول لنا على قشر البطيخ. ما هو دلوقتي بنحاول نظبط دلوقتي حالا. طيب خلاص بلاش افتي يعني. استني استني. طيب. هنعرف دلوقتي فوائد البطيخ وازاي ممكن تستخدم البطيخ في الدايت اكتر. لاني اهو ادي ايه زيت الزيتون. انت حطيتي هنا ايه؟ ثانيه. حطيت زيت زيتون وخلي البلسمك وليمون. ليمون بس كفايه كده. وبعدين ملح. هزود الملح بالظبط. بايدك يا نو. بإيدك يا حاجة. حاضر يا سيدي. بإيدك يا روحي. أيوة زرة بالظبط. بقاش الأنفة. حاضر على طول. طب كده على طول كده. دكتور محمد الشافعي استشاري التغذية العلاجية دلوقتي على الهواء مباشرة. مساء الخير يا دكتور. ازيك عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور. النهارده احنا عاملين في الحلقه يوم البطيخ العالمي، فعايزين حضرتك بقى تفيدنا وتقول لنا ايه هي فوائد البطيخ. لا تعبان. حضرتك بتتكلمي دلوقتي على البطيخ وفوائد البطيخ. بالظبط كده. لان احنا هناكل كميه بطيخ مهوله الصيف ده ان شاء الله. طيب اقول لك على حاجه صادمه شويه. ليه بقى؟ ما تقوليش مالوش بفوائد. طيب بص، هو البطيخ كبطيخ نفسه كفاكهه حلوه جدا وجميله، كلها بنحبها في الصيف لانها بتدينا كميه ميه بالظبط كده، وبتروي العطش وفيها الياف كتيره. حلوه قوي، وفي نفس الوقت كميه السعرات اللي فيها تقريبا تكون منعدمه. لا 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 ده خبر حلو قوي. ده حلو قوي. بس فيها خبر وحش جنبها بقى. ايه بقى؟ ان كميه الحاجه، في حاجه اسمها الجلاسيميك اندكس، او الحاجه اللي بترفع معدل الانسولين وسكر الدم جامد جدا. عشان كده عيانين اللي عندهم سكر نوع تاني مش او حتى النوع الاول كمان، لازم يخلي بالهم جدا وهم بياكلوا البطيخ او بيعملوا حتى عصير بطيخ يعني او الكلام ده. يعني ياكلوا كميات قد ايه مثلا يا دكتور؟ بسيطه. انا بقول دايما ناخذ البطيخ قطعه واحده صغيره بالنسبه لعيان السكر، مش الناس الطبيعيين. الناس الطبيعيين العاديين اللي زينا اللي ما عندهمش سكر ما عندهمش اي حاجه، ممكن فعلا ياكلوا البطيخ. طيب. او يشربوه او كده كعصير، مفيش منه اي مشكله. تمام، لان كميه السعرات الحقيقيه اللي فيه قليله جدا جدا. طب يعني بالنسبه لعاداتنا كمصريين دايما بناكل البطيخ مع الجبنه. النهارده نوها مثلا عامله لنا بطيخ سلطه، في خيار وفي نعناع وفي بطيخ وجبنه كده، يقلل المشكله دي ولا هي هي؟ تصدقي ان دي من الحاجات الجميله جدا في الموضوع ده. طب ليه بقى؟ الحمد لله. ليه؟ لان الجبنه غنيه بالبروتين. ايوه. تمام؟ ودايما بنقول الحاجات اللي بيبقى فيها سكر عالي يفضل تتاخد بعد وجبه او تتاخد مع بروتين قبلها او الكلام ده. فلما ناكل الجبنه ده بروتين، فده بيقلل فكره ان الانسولين يعلى او السكر بتاع الدم يعلى. طب هي هو بروتين، وبالتالي ناخد بعد منه البطيخ، فبالتالي ممكن نبدا الاكل بتاعنا.
بقطعه جبنه الاول صغيره، وبعد كده ناكل بقى البطيخ مع الجبنه، نكمل اكلنا عادي جدا مفيش اي مشكله. الله، والله هي يعني برضو اجدادنا زمان لما كانوا بياكلوا الجبنه بيضه بالبطيخ كان بيبقى فيه وجهه نظر، يعني اكيد كل ده مش بس ان احنا اكتشفناه دلوقتي، اكيد هم عارفين القصه دي من زمان. الصراحه كلامك مظبوط 100%، وان فعلا ان تاكلي اي، بص احنا دايما بنقول اي حاجه حلوه او اي حاجه مسكره او اي حاجه فيها سكر عالي يفضل دايما ناخدها بعد وجبه او اثناء الوجبه، ما ناخدهاش على يعني ما تبقاش هي اول الدخول. يعني اسوء حاجه في الدنيا اللي انت مثلا تاكلي قطعه حلويات او تاكلي مثلا فاكهه كده مباشره على الريق من غير ما تكوني واكله حاجه قبلها. فده اللي احنا ناكل الجبنه او ناكل اي قطعه فراخ او لحمه او كده ونحلي بعدها بالبطيخ، ده كويس جدا. بس دايما بحاول انبه ان عيانين اللي عندهم السكر، البطيخ من الحاجات اللي بترفع السكر جامد جدا في الدم وممكن توصل لحد الغيبوبه لو كانت كميه كبيره جدا منها. فنخلي بالنا دايما الناس اللي عندهم سكر يخلي بالهم البطيخ غني بالسكر، وفي نفس الوقت هو سعراته قليله بس هو غني بالسكر، بيرفع المعدل الجلايسيمي بتاعه عالي. تمام، ده مشكله. يعني لو حد بيعمل رجيم ياكل بطيخ، بس لو حد عنده سكر ما ياكلش كتير، ياكل بطيخ برضه بس ياكل كميه مش كتير قليله. طيب انا سمعت عمالين يقولوا لي قشر البطيخ مفيد. انا قلت يا دكتور لي ايوه، ونوها قالت لي قبل قشر البطيخ، قشر البطيخ فعلا مفيد جدا. ازاي قشر البطيخ؟ الحته اللي بعيده عن الحته اللي هي الخضر اللي بره، الحته البيضة اللي تبقى ملامسه للبطيخ، احنا دايما نحب نقطع البطيخ ونسيب الحته البيضة نفسها، ولو لقيناها في الحته بنشيلها عشان طعمها مش حلو. اصل الاتيكيت واصل مش عارف لا لا طعمها لا 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 مش مسكره. لا عايزه اقول لك يا دكتور، انا زمان لما كانوا يقطعوا البطيخ كده كنت اخد قشر البطيخ واقعد ايه اكله كده بسناني، انا حاطه بسناني بالظبط كده. على فكره بص اقول لك حاجه، الناس اللي ممكن كبار شويه في السن يبقى عارفين المعلومه ديت، او الناس الفلاحين عارفين المعلومه دي كويس قوي، كان هما بياكلوا البطيخ وياخدوا قشر البطيخ يقطعوه للفراخ او للطيور تاكله. تمام، احنا سايبينه للطيور، هو على فكره هو غذاء حلو جدا للانسان، هو ده الالياف. فوائده ايه يا دكتور؟ هو ده الالياف، هو ده الالياف اللي احنا بنتكلم عليها. مش يعني اللي جوه البطيخه نفسها، يعني مش الشعيرات اللي بنشوفها في البطيخ. لا هي دي الالياف، دايما ربنا لما بيخلق حاجه بيخلق الحاجه الوحشه ومعاها الحاجه الحلوه بتاعتها. يعني انت مثلا لما بتيجي تاكلي مثلا البرتقال على سبيل المثال، البرتقال لو انت عصرتيه بقى عصير برتقال، ده في حد ذاته انت خدت السكر بتاعه بس، خدت الحاجه الوحشه اللي فيه. يعني ما اخدتش الفيتامينات على بعضها اللي فيها، هي دي الغذاء بتاعها. فهمت. فالقشر البطيخ من الحاجات الحلوه، المفروض احنا نقطع البطيخ. طيب، ناخد حته من الابيض ده ندخلها، وانت لما بتاكليها ميكس مع الاحمر بتلاقي طعمها في الاخر اتظبط. صح صح. طب دكتور كمان في ناس بتشيل بذر البطيخ وينشفوه ويعملوه زي اللب. اما هو لب. هو مش زي هو ده اللب هو اللب هو ده اللي احنا بناكله. ايوه وحياة ربنا. انا ما اعرفش المعلومه دي، يعني هو ممكن تزودي شويه ملح. لا ده انا استاذه في لب البطيخ ده يا دكتور، انا كنت اجيب الطاسه واحط فيها شويه ميه واللب ده وعلى الطاسه وازود شويه ملح. بالظبط، صح، هيبقى لب، هيبقى لب. أيوة. بس خلي بالنا في حاجه، اللب عموما بقى سواء بقى لب البطيخ او اللب السوري او اللب ده بحب اللب السوري جدا. ايوه خلي بالنا منه جدا، هو طبعا هي حاجه حلوه بس غني بسعرات حراريه عاليه جدا. ال 100 جرام من اللب فيهم حوالي 500 سعر. ليه قلت لي كده؟ ليه؟ ده انا باكل قد ده، يعني ده حبه قد كده. اللي هو اقل من تمن، يعني اقل من تمن اللب. يعني لو احنا بنجيب لب من عند اي حد نقول عاوز هات مثلا تمن او ربع. ماشي؟ التمن اللب ده فيه حوالي 600 سعر او 700 سعر. يعني كاني اكلت طبق رز مثلا او طبق مكرونه. طبق رز ايه؟ اكني اكلت وجبه. يا نهار ابيض. انت تيجي في اليوم كله حوالي 1500 ل 2000 سعر. البيضه فيها 75 سعر. فانت لو كلتي مثلا وجبه غدا كويسه فيها مثلا 3-4 معالق رز مع ربع فرخه مع شويه سلطه مع شويه خضار، ما كملتش على بعضهم كده، ما بيكملوش 700 سعر. ما كملتش 700 سعر حاليا. طيب دكتور لو قلنا في دايت للبطيخ، يعني في ناس كتير جدا بتقول لك انا بعمل رجيم بطيخ. بص دايت البطيخ او دايت الفاكهه ده نوع من انواع الدايت الكيميائي. تمام، اللي هو الدايت اللي دايما بنقول هو دايت غير مستحب ان احنا نمشي عليه على طول، يخسس بسرعه ويرجع بسرعه. بالظبط، هو دايت يبدا تمشي عليه مده يوم او يومين تكسري بيه ثبات. لو انت مثلا عندك ثبات في الوزن او الكلام ده ممكن تعملي يوم او يومين، او عندك مناسبه مثلا كمان يومين ثلاثه او حاجه، لان هو في الاساس بيضوي، عشان بس نبقى متفقين، هو الريجيم الكيميائي او الدايت الكيميائي هو مش بينزلك دهون، هو بينزلك ميه. فهمت، فالواحد بيخس بسرعه ولكن بس هتزيد بسرعه.
هتزيدي بسرعه. بالظبط هتزيدي بسرعه. فهو يعني هو دايت لا يستحب كدايت تمشي بيه على طول فترات طويله، ولكن هو في الحالات المناسبات الطوارئ بنقول عليه دايت الطوارئ، ممكن مثلا عندي مناسبه، عندي فرح، عندي حاجه، عندي ثبات في الوزن، شغاله دايت بقالي فتره طويله ووزني ثابت، ممكن اعمل دايت بقى سواء بقى البطيخ او التفاح او كده لمده يوم يومين او ثلاثه بالكثير، فعشان برضو احنا كده بنفقد عناصر غذائيه ثانيه كثير. هو البطيخ حلو بس ما فيهوش كل العناصر الغذائيه، لا فيه بروتين. اعتقد ان احسن دايت يا دكتور ان احنا ناكل من كل حاجه قليل قليل، يعني نقلل كمياتنا عشان جسمنا يفضل دايما متعود ان هو يستفيد بكل. بالظبط كده. بنشكرك جدا يا دكتور، بنشكرك جدا جدا. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور محمد الشافعي استشاري التغذيه العلاجيه، ودلوقتي هعمل لكم سموذي اسهل حاجه بقى في التاريخ. طب يلا تعالي بقى مكاني، اتفضلي. مساء الخير. وخليني اروق لك الدنيا. ده الخلاط، اعرفهم بالاجهزه. يلا ده الخلاط اهو، نفتح الخلاط، واول حاجه هنحطها التلج، وبعدين هحط بطيخ مع التلج. بتتعبي انت قوي. جدا، دي حاجه صعبه خالص قوي قوي. لا سحر ولا شعوذه. بصي، بما ان احنا عندنا ضيف فقررت ان انا ادوقه. ايه ده، الثلاجه راحت فين؟ اوكي. انتوا بتفاجئوني يا جماعه. الديكور اتغير. ونحط فتفوته ليمون، فتفوته يعني كده تدي مزازه سنه اهو كده اهو. وهقشر موزه. ايوه موز. موز ايه؟ انت زودتي موز على السموذي ده. حلو قوي قوي قوي. الموزه مش عارفه اقشرها. انا هاخد نعناع. خدي نعناع. اقشر لك انا الموز؟ لا لا خلاص. ليه؟ خلاص مش مشكله. ليمون ونعناع وبطيخ بس، خلاص اتعمل. والله ابدا. والله العظيم ابدا. وكده ايزي. هنتضرب عنك انا ايه؟ شويه هيسيح. ما هو لازم كده، لازم كده. ايه؟ لا مش لازم كده، ما يسيح. ما هو عشان هي طارت يا بنتي. لا معلش معلش. شفتي بقى؟ شفتي؟ هيبقى حلو صدقيني. بس حطي سكر. انت حالك حطيتي سكر؟ لا لا. نقلب شويه. طيب ما تنسيش السكر. بوجي انت تمام؟ طب عايزين ميه. فين؟ اهلا عليك. خلاص. الحمد لله. حلوه قوي قوي. وممكن على فكره لو حد حابب ان هو يعني يبقى هيلثي اكتر، ممكن نحط عسل، مش لازم سكر. انا ما كنت بدور على التلاجه عشان كده. ممكن اعمل حاجه انت عارفاني انا وزوجي. ايوه كنت لسه هعمل كده. طب برافو نوني. انت عارفه انا ايه؟ العين طبعا بتاكل الاول قبل ايه؟ يا ماما بص معلش. هو عايش؟ هو عايش. شكله خطير. وادي البطيخ عشان سلطه البطيخ. يبقى بصوا في خطوات بسيطه جدا جدا قدرنا ان احنا نعمل طبقين
ظراف جدا جدا وفي الوقت نفسه مغذيين وبيروا العطش. طب احنا المفروض نعزم على موجي. انا عملت له طبق بوجي صنع ايديا وحياه عينيا. الله الله الاثنين. اتفضل يا بوجي. طب انا اكل وحل الاول. تاكل الاول بعدين تحل. تمام ولا ايه؟ يلا بينا. بس السموذي شكله جامد. شفت بقى؟ لا سالي هتعديني. لا لا ثانيه بوجي سالي هتعديني. انت جايب المانجا دي منين؟ انا عندي مانجا عويس كتير جدا. دي مانجا عويس كمان. ايه ده الاثنين في نفس ايه ده؟ حد عويس وقت واحد. انا عندي عويس دايما عندي ثلاجات بخزن على اعلى مستوى بطريقه كويسه جدا. وبنصح يعني طبعا الستات امهاتنا تخزين المانجا خليكي في الزبديه. العويس صعب اي تخزينها. طب انت مخزنها اشمعنى انت؟ معلش انا عندي اعتراف. قوي جدا. انا بخزن مانجا برضو. تمام. بس اجي اطلعها من الفريزر الاقيها شوربه. لان انت ما انت لازم المانجا الزبديه تتخزن بطريقه معينه. طب لا استنى بقى يا بوجي، احنا عايزين نعرف المانجا بتتخزن ازاي والايس كريم ده بيتعمل ازاي، ولكن هنروح لفاصل صغير ونرجع نكمل مع بوجي ونعرف كل التفاصيل الشغلانه اللطيفه دي ونعمل ايس كريم كمان في البيت وندوق الايس كريم. وندوق الايس كريم اكيد. وانتوا بتعملوا ايس كريم. فاصل صغير ونرجع لكم على طول. بعد ما عملنا لكم أكلات البطيخ الظريفة جدا 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 دي، عملنا لكم السلطة، السموذي، كل الحاجات اللذيذة دي، دلوقتي مع رجعنا مع ملك الآيس كريم بوجي. يا بوجي أنت عامل قلق في الدنيا كلها. وعامل قلق في الاستوديو كله. وعامل قلق في الاستوديو. المانجا طبعا إيه بقى؟ اي حد بيضعف قدام المانجا فين البطيخ؟ هنرجع تاني. البطيخ ما انا دوقتك. خطير. شفت ايه رايك؟ جدا افكار ظريفه جدا وبسيطه جدا وبسيطه. عجبتك السلطه اللي نوها عملتها ولا العصير اللي انا عملته؟ الاثنين احلى من بعض. مش ضابط تكسبيني. ماشي 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 هنعديها لك. دلوقتي احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على المانجا ازاي بتخزنها. المانجا لاويس ليها درجه معينه في تخزينها. والزبديه ليها درجه معينه في تخزينها. يعني كل مانجا بتختلف عن طبعا التانية. طبعا طبعا. ولما بتخزن لازم نخزن المانجا اللي سبحان الله القشريه بتاعت المانجا دي عشان التخزين ليها افاده قويه جدا. ايه بقى؟ عشان المانجا ما تسودش. ايوه. ودايما بتحافظ على على على, على, على اللون بتاعها زي كده. مثلا ادي مانجا عويس اهي زي ما انت هايله. طب ستات البيوت اللي بيتفرجوا علينا يخزنوا المانجا العويس ازاي والمانجا الزبديه ازاي؟ المانجا العويس بتبقى صعبه عليهم جدا لان ليه بقى؟ بتحتاج درجه تجميد قويه جدا. لاقصى درجه. انما العويس في اي فريزر عادي، اي فريزر بيتي عادي. قصدك الزبديه؟ الزبديه. الزبديه اي فريزر عادي وتخزن. وليها طريقه مثلا تخزين معينه؟ لا لا لا، هي في علبه بلاستيك في نايلون. لا في اكياس بالحبايه بتاعتها سليمه بحبها. ما بتشيلش. انا لا. بشيل ال لا بتسود منها. انا بقشرها. لا. وبشيل البذره وبحطها كده. عشان كده قلتي بتطلع عامله زي الميه. بتطلع ميه. وحشه جدا. طب عندي سؤال، لما بتحطها المانجايه زي ما هي بتحطها في كيس بتلفها بالستراتش بتاع الماند بتعمل ايه؟ هو اكياس كده اللي هي البيضه العاديه خالص دي. وتخش كيس السندوتشات. اوكي. وتخش الفريزر على طول. الله. قوي قوي قوي. دي علبه نون. الله عليك. لما تديني انا اكلنا الشغل. ما ينفعش انا اكل؟ يا سلام. لا بس نلعب معاها. ماشي. تحفه 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 تحفه. ودي البسكوت كمان نفسه بقى. لا انا عاجبني كمان قوي طريقه التقديم. ما هو احنا العين بتاكل الاول طبعا. فالحاجه دي بتبقى فريش قدام الناس. بتخلي اللي واقف حتى يعني يفكر. صح. طب انا لا 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 طعمه تحفه. بس انا بقى عندي حاجه كمان ما بين البسكوته والمانجا الاثنين احلى من بعض. انا شلت لك شويه بطيخ على جنب. الله. انا بقى عامل لك ايس كريم بطيخ دلوقتي هصدمك. طب حلو قوي. طب قول لنا بقى ست البيت الشاطره اللي قاعده وحرانه في البيت ومش قادره تنزل تشتري ايس كريم، تقدر تعمل ايس كريم في البيت؟ طبعا. من اي محل عطار عادي بتشتري كريمه الايس كريم. ايوه. وتحط عليها نسب، بتبقى نسب 400 واعتقد ان في شركات كمان بتبيع كريمه ايس كريم كل النسب كمان. يا دوب بس عشان خاطر مش بيبقى في مكان زي ده كده في البيت، بيبقى في فريزر اللي هو البيت العادي. بالظبط. بنحط المقادير زي ما هي مكتوبه لهم. وكل شويه كل ساعتين لمده خمس لست ثلاث مرات نقلب وندخل فريزر تاني. انا عندي سؤال، انت بتحط على طول على الفاكهه من ده؟ ده الايس كريم بنفسه. ده السائل نفسه. ده انت اللي بتعمله ولا ده بتشتريه جاهز؟ ده خلطة انا. ده انت اللي عامل الخلطه دي. وطبعا عمرك ما هتقول لنا كده الخلطه صح؟ قصدك؟
هسألك أنا مش هسأل يعني غلط جدا صح؟ ما ينفعش. طيب خلاص صح. أوكي أنا أقول لكم على الحاجة المعروفة، هو بيجيبوا كريم شانتيه بيحطوه على الفاكهة ويقلبوه بيبقى كريم آيس كريم. لا ما هو بيبقى إيه؟ لا ده مش كريم شانتيه، ده حاجة تانية. ده آيس كريم فانيليا. فانيليا ده بتاع المشروع التاني بتاع البيت. طب دلوقتي طبعا ستات البيوت ما عندهاش الجهاز ده، تمام، فيعملوا ايه بقى؟ هنساعدهم بقى في البيت. بيحطوا الخلطه زي ما دي كده، ايوه، وهيحطوها في علبه بلاستيك، ايوه، وكل شويه كل ساعتين لمده ثلاث مرات ثلاث مرات ساعتين تتقلب وتخش الفريزر. حلوة. يحطوا الفانيليا ويحطوا اي نكهه اللي هم عايزينها، فستق، مانجا، بطيخ، اي طعم هم عايزينه يعملوه عادي سهل جدا، وكل ساعتين يقلبوه ويدخلوه الفريزر تاني عشان خاطر. بس هو لما هيطلع من الفريزر هيبقى متجمد، هقلبه ازاي؟ ما هو لا لسه، لو قعد في اكتر من ساعتين بيبقى متجمد. انما الساعتين لسه بتبقى كريمي. هو عموما لو خرج في الجو الحر اللي احنا فيه ده لمده دقيقه لا بس هو الايس كريم الحاجه اللي هي يعني حتى لو ضايفه له كريم او حاجه كده ما بيتجمدش زي التلج، بيتجمد بيبقى كريمي زي الايس كريم. يعني زي ما ده عامل كده. ايوه فاهمه قصدك. بيتعمل بالمضرب اللي بالكهرباء جربته. عارفين ايه كمان بيبقى حلو قوي؟ ايه بقى؟ الزبادي. ايوه طبعا، تقطعوا الزبادي مع الفاكهه او مع الشوكولاته او مع اللوتس او مع اي حاجه ويتحط في الخلاط ويتحط في علبه يدخل الفريزر يطلع ايس كريم وكريمي ولطيف جدا. نجربه. وتوت طبعا. وده ايام التوت كمان عشان النسيم. الايه؟ ايوه ايام التوت. ده ايام التوت. ايام التوت علاقه بشم النسيم؟ طبعا. انا اول مره اعرف المعلومه. طبعا. اوكي. عايزه اقول لك انا كل يوم وانا مروحه اشتري شويه توت. جاهزين. الفستق بقى. يعني ايه ايس كريم مكسرات؟ ده الفستق. بتضيف الفستق على الايس كريم؟ لا. ولا هو بحط الفستق. وريني الكلام وريك عشان بوجي مكلف اهو. مكلف وجايب فستق كتير. لما اتاكد انه فستق حقيقي ناكل بقى. ده فستق ايراني كمان. كمان شويه فستق. حلو قوي. احنا النهارده الحلقه حلقه جايين نتفسح. وبعد كده ادي الفستق اهو صحيح. دايما زي ما بقول الحاجه عندي بفضل الله احلى ما فيها ان هي بطبيعتها احلى حاجه. الفستق مالح شويه ده عشان تصور. يدي صور كده في الطعم. وانزل بالكريمه اللي هي الايس كريم الفانيليا كده ويتحول ايس كريم حالا. انا نفسي قوي اتعلم حركه السكاكين دي. نفسي جدا. سهله جدا. اي حد طب علمني. جربي يا نو. علمني يلا تعالي يلا الله. طب بوجي احكي لي بقى. اولا بوجي جت منين؟ وريني. عملت الله. زيه؟ ده انت عديتيني. يا سلام. لا ادي العيش لخبازه. قول لنا بوجي، بوجي جت منين؟ بوجي جات منين؟ بوجي انا دايما طبعا بحب اي حد في الصغر بيحب بوجي وطمطم طبعا. انا كان على ايام بوجي وطمطم وبكار بس كنت دايما بميل لبوجي وطمطم اكتر. ايوه. فانا من مدينه ابو النمرس عندي في فدايما كنت اجي العب كل ما اجي يدوروا عليا يقولوا اتفرج على طمطم بوجي وطمطم. لا لا فمن هنا طلعوا عليا. بس العيال الصغيره بيحبوا يلعبوا كوره ويحبوا يركبوا عجله الحاجات دي كلها. ما كان بوجي الصراحه كان في تسليه اهم. وانت صغير كنت بتحب الايس كريم؟ يعني طبعا. يعني وانت صغير كنت مثلا بتتخيل ان انت هتبقى ايه لما تكبر؟ حد يسالك بوجي عايز تبقى ايه لما تكبر؟ انا كنت دايما العب كوره. كنت عايز تلعب تبقى لعيب كوره؟ طبعا. كنت بتمنى من ربنا انا كنت اكمل في شغلي في الكوره بس التوفيق ما حلفنيش. ما تعرفش الرزق ما حدش عارف الرزق فين. يعني انت النهارده ما شاء الله انت كل الفنانين ايه بقى الفنانين كلهم وبوسي شلبي وكله انت يعني صديق ده هم. طب مين اشهر ناس بياكلوا الايس كريم بتاعك؟ اشهر ناس طبعا وفاء عامر وبوسي شلبي وايتن نجوم مصر كلهم عندي. بسبب مين اول حد اتعرفت عليه؟ اول حد عمر ابني مدام وفاء عامر. هو البدايه هو بتاعت. البدايه أوكي. ويوميا أوكي. عندي وانا ما اعرفش مين ده. حد جميل ومحترم جدا أوكي. يعني لحد ما في شاب من اللي معايا من التيم بتاعي قال لي على فكره اللي بيهزر معاك يوميا ده وصاحبت عليه ده مامته الفنانه وفاء عامر. اوكي. فمسكته كده قلت له يعني انت مامتك وفاء عامر؟ مش عايز تعمل لي فيديو؟ قال لي انا كنت عامل لك مفاجاه في حفله عندنا في عيد ميلاد عندهم فعجبني. من هنا بقى انا شفت حد اجمل حد يعني ال الشاشه جميله انما على الطبيعه اجمل واجمل واطيب فيها كل المصريات الجدع. هي فعلا فنانه جميله. فنانه جميله بمعنى الكلمه. ومن هنا بقى كمان بوسي شلبي عرفتني.
اكبر فضيحه اتفضحتها. بس لا بوزي زوكي دي بوزي زكارة عملتك زفة. عملت الفيديو اول فيديو اتعرفت على بوزي فيه يعني مثلا 15 مليون مشاهده حياتي. الله. طب في دعايه احلى من كده؟ مفيش. لا وكمان بقى يعني ما شاء الله انا مش عارف يعني اشكرها ازاي اللي كل يوم بتعمله معايا. حد جميل جدا وفي ظهري دايما. كل يوم بتعرفني اكتر على نجوم. هي ست جدعه جميله ودايما ظهري في كل شيء والله. ست جدعه وكريمه وقوي قوي بحبها معروفه جدا جدا جدا. احنا خلاص عملنا الفوز ده اهو. ايوه جميل. في الساحل بقى لازم تنوروني طبعا. اكيد اكيد. طب قول لي يا بوجي ايه اكتر طعم ايس كريم انت مشهور بيه؟ المانجا. المانجا. ها المانجا لان الناس يعني اللي هو الناس تقول لك يلا نروح ناكل ايس كريم. مانجا. ايه عند بوجي؟ مانجا. ما اقولش بوجي حتى يعني مانجا. مانجا. انت مانجا. مانجا. لان كمان حلاوته ان هو مانجا فريش ما انتش عامله. لا كل الحاجه باودر ولا الحاجات دي. طب انا هقول لك على حاجه كده بسيطه. ايس كريم متكلف يعني. انت طبعا بتشربي قهوه. صبح. بتحبي القهوه طبعا صح؟ ايه صبح. انا بشرب البن في الاخر. الايه؟ البن بترميه؟ لا هناخد البن احوله ايس كريم. ايه ده فعلا؟ حلوه دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا احب بقى الحاجات اعاده التدوير دي. أيوة. احبها جدا جدا يعني البن ده طلع لك منه بوله ايس كريم. الله اختراع ده حلو جدا. ده بتعمل ايه ده؟ تسخين هنا عشان لو جمرتش ولا حاجه. بروح كده مسيح لها. ده احنا عشان كلمناك شويه كتير. ايوه وده الفوز ده. طب بوجي قول لي بقى حاجه، انت ازاي قررت انك انت تعمل عربيه ايس كريم؟ خالي الله يبارك له. خالي ليا اخوال طبعا دايما في ظهري وامامي ناس طيبين وجدعان كلهم والله لك. والمدينه كلها والله يعني المدينه دايما كلها في ظهري يعني مدينه ابو النمرس عندي دي مش سايبيني لحظه حتى بيشاركوني في كل نجاحي بالتاكيد بيتفرجوا عليا الوقت كده طب تعالى نحييهم تحيه كبيره جدا لابو النمرس. ودايما فرحانين بيا في كل حاجه بعملها ومش عارف اشكرهم ازاي والله. طب وتوقعت النجاح؟ انا توقعت النجاح لان انا اجتهدت ورعيت ربنا في شغلي وربنا ما بي. طب احكي لنا كده من الاول. طب واحدة انت واحدة. لما جيت عملت العربيه دي انه اول حاجه انه خالك قال لك ايه بقى يعني القصه مشيت ازاي؟ انا دايما انا اولا عامل ثقب في القلب بقى عندي 7 سنين بشتغل وانا عندي 10 سنين في الشارع. انت اشتغلت ايه بقى وانت 10 سنين؟ في كده كرتونه بشيل كراتين كده واوزع شامبو حاجات صغيره في البيوت. بعد كده ربنا كرمني بقى وبدات اشتغل في اماكن تاني وملابس ومصنع ومصانع. فانت في السوق من بدري. من بدري جدا وعارف الناس وبتعرف تتعامل عشان كده انت بتعرف تتعامل مع الناس. لما في الشارع من بدري جدا طبعا. طبعا انا مش بنصح الناس انها تعمل كده انا بس الفكره وما فيها انا ما وفقتش في حاجه معينه انما التعليم قبل اي شيء. ده اكيد على قد ما ناجح وفرحان. بس هقول لكم على حاجه على قد ما ناجح وفرحان بس التعليم اهم. لا طبعا التعليم مهم. لا ما بنقولش ان ما فيش تعليم بس مثلا ساعات بنبقى قاعدين على البحر اكيد انت شفتي بتلاقي ولاد صغيرين جايبين كيك صغير هم عاملين كب كيكس بيبيعوها من البيت. ببقى مبسوطه جدا. ليه؟ زي ما انا قلت زي ما انت قلت بالظبط اللي بيشتغل وهو صغير مش بيشتغل صح مش عشان بحاول حقيقي شغل على حسب طبعا كل واحد وظروفه بس حتى اللي ظروفه كويسه ومش محتاج شغل وهو صغير حلو قوي ان احنا نخلي العيال دايما عنده ثقافه سريعه جدا يعرف يحسب يعرف يتكلم مع الناس يتعلم مع كل انواع البشر من وهو صغير يعرف بعد كده لما يكبر يبقى بزنس مان. بس لالي انا عايزه احكي لك انت وبوجي على حكايه كده لذيذه. ابني عمل القصه اللي انت بتقوليها دي بقى ينزل كل يوم يبيع حاجات ساقعه على البحر. الله. والناس كانت فرحانه بيه جدا. ايوه جينا نفتح الثلاجه ما لقيناش عندنا ولا حاجه ساقعه. حاجاتكم مش حاجه ذكاء برضه ذكاء برضه يعني ذكاء راجل اتصرف راجل اتصرف. طب هات الفلوس اللي انت كسبتها نشتري بدلها الحاجات الساقعه. قال لي لا دي فلوسي انا كسبتها بعرقي. انا عندي ام ضحكتني ضحكه كانت بتحكي لنا انه جابوا رزمه ورق فهو ما كانش نفس حجم الورق اللي هم عايزينه وسابوها هي تترمي خلاص. فبعد كده اكتشفت ان هو بقى يروح المدرسه يبيع الورقه بربع جنيه. الله. وجايه منهاره. ما هو ده الذكاء بالظبط. وازاي وابني ياخد الورق يبيعه لزمايله في المدرسه طب ما يديها لهم. قلت له بالعكس انا انبهرت. الولد ده بكره لما يبقى مالتي مليونير بالظبط كده. فبالعكس انه حلو. برج الثور يعني برج الثور دايما بزنس وفلوس وبكره وانت عامل كده برج الثور برضه على فكره. لا والله بجد يعني اللهم لك الحمد. انا تعبت وربنا بيعوضني والله. وعمري مثلا انا برضو بقول للشباب اللي طالع بيشتغل او بيكافح ما تستعجلش في انك تنجح. انت راعي ربنا في شغلك بس
وربك ليك ميعاد هتوصل فيه، ليك ميعاد اكيد هتوصل أكيد. هتتكافئ فيه كده كده. بس برضو ما قلتلناش فكره الايس كريم. خالي بقى الله يبارك له، خالي نجاح فتح لي مشروع، هو اللي فتحه، فتح لي مشروع ايس كريم، كنت بجيب من شركات ما كده وعبي وبيع بالبوله والعصاير كمان الصوبيا. جاب لي شيف كده جميل، جاب لي شيف محترم وعلمني، وانا بقيت اللهم لك الحمد. تحطيني على الخط وسيبيني بس انا هشتغل. طب وصلنا الرول بقى ازاي؟ الرول انا ليا صديقي من مدينه ابو نمرس برضك اسمه محمد سعيد او كيشو، هو سبب اللي انا اروح اشوف محل. نحييك يا كيشو. وداني كده محل في شارع العشرين في فيصل، فعجبني الفكره، فانا كده كده اصلا بعمل الايس كريم، بعمل عصاير. طب ليه؟ انا قلت طب انا زي ما انا بعملها كده طبيعي قدام وهبقى اشطر وهنجح. من هنا بدات الموضوع بقى. حلو قوي. عاده برج الثور يقدر يقولك هيبقى فين كمان 4 سنين ان شاء الله، ان شاء الله بيبقى ان شاء الله من غير مش بقى. حصل اول سنه ليا في مارينا قلتها للناس جنبية، انا كمان 5 سنين في حته تانية خالص. طب انت بقى شايف اللي جاي ايه؟ اللهم لك الحمد. احلامك بقى اللي جايه ايه؟ احلامي طبعا اخلي اسم مصر عالي في كل شيء، افتح طبعا في كل دول عربيه واشرف اسم مصر يا رب. عايز تتوسع وتفتح في كل حته. طبعا طبعا ان شاء الله قريب جدا، قريب جدا في السعوديه في البوليفار ان شاء الله. ان شاء الله، الله. وانتوا معايا دايما اكيد نجاحي. طب احنا البطيخ، احنا معاكم في ضهرك. يلا البطيخ، انا عملت لكم الفستق برضك، ندوق الفستق ولا هتحطوا؟ لا انا هدوقك الفستق برضه. ناس سلام هنا. انا ممكن العب مع نهم. تلعب مع نهم براحتك يا كده. انا كنت اعملها في سالي بس عادي بقى، هي ايه كذا مره تلحقني. ادي البطيخه برضك تحفه كذلك. انا دايما كل حاجه بعملها بطبيعتها. عايزه احط يا سلام. ماشي. انا عايزه بقى ايس كريم فستق كده. حلو. ايوه كده. ايوه شكرا ميرسي. الله انت بتحبي تاكل في الكون ودايما؟ بحب. لا بحب كل حاجه. ماشي كده شويه وكده شويه وبرده كده ليكي فستق تاني. لا 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 ايس كريم الفستق يا جماعه خطير خطير. نعمل حاجه صغيره ادي كده اهو بطيخ. يا سلام. دايما مش بنكتر. أيوة. في حاجات يا جماعه برضك طبعا لامهاتنا او اخواتنا اللي بيشتغلوا البنات والستات ما يكتروش في اي حاجه. الفانيليا خلي طعم الحاجه تبان اكتر. صح. يعني انا كده اللي اهو الايس كريم كده. حلو قوي 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 قوي. ممتع قوي. الاثنين ولا البسكوت؟ الاثنين على بعض بقى. عايزه اقول لك انا نسيت الشغل. احنا بنزرق نسيت ان احنا بنقدم برنامج من كتر ما انا مستمتعه بالاكل. نعم عجبني جدا. احنا كده طبعا كده اتغدينا يا سيدي. اتغدينا. احنا اتغدينا وتعشينا كده. طب انا عندي سؤال دلوقتي لان انا ما بحبش اللبن. تمام. الفانيليا دي فيها لبن؟ فيها لبن. انا قريب جدا بعمل ايس كريم بدون لبن عشان عندي حساسيه من اللبن وطبعا اخواتنا الاقباط. وبعمل ايس كريم قريب جدا بدون. برافو عليك. برافو عشان اخواتنا طبعا الاقباط طبعا بيبقى عندهم صيام فبيبقى ممنوع من اللبن. دول يا حرام بيصوموا يعني 3/4 سنة. جدا جدا جدا. كل ما تسهل لهم في انواع طبعًا الاكل طبعًا عندهم فرايتي اكتر كل ما يبقى احسن. برافو عليك. وكمان وبرده مرضى السكر بيبقوا نفسهم ياكلوا حاجات والجيم كل حاجه طبعا. والنهارده بقت ما شاء الله الناس كلها بقت تتجه للجيم وفي الفورم عشان الساحل كمان. بالظبط. الخلطه دي مين اللي قال لك عليها؟ الخلطه دي انا اتعلمتها من حد وانا اجتهدت شويه عليها. وانت كملتها؟ اجتهدت شويه. انا دايما حتى في العصاير اجتهدت جدا يعني. في ناس علمتني بس دايما ببقى البركه او الدعوه الحلوه من امي وابويا. هي اللي مسهله لي كل حاجه. بنخليهم لهم اهم حاجه البركه، الدعوه الحلوه من امي وابويا. رضا اهلك هم اللي بيمشوا طبعًا كل حاجه. في طبعا في ناس يعني في ناس قد مني 10 مرات. انا اللي فيه ده بسبب رضا امي وابويا يعني. ولا سهلوه ولا زكاة. يا رب وان شاء الله كده نشوفك اهم ايس كريم في العالم كله ان شاء الله. وانتوا معايا دايما وهعمل لك الايس كريم اللي انت عايزاه. لا ونفسي قوي ان شاء الله نبقى اي حته نسافر فيها نلاقي ايس كريم موجود في كل حته. اسم مصر لازم يبقى عالي فعلا. نورتنا بجد وسعداء جدا جدا. انا اكتر ومبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. شكرا جدا والله يا نهى. شكرا جدا يا سالي على اليوم الحلو ده. وبنتمنى لك بجد بجد كل النجاح كل التوفيق. ربنا يعني ان شاء الله يعلي مراتبك زي ما بيقول. يا رب. انت معايا دايما يا رب في حياتي ان شاء الله. ودايما كده
لطيف قوي. كل نجاح الحلو. احنا مضطرين نطلع فاصل يا جماعه وهنرجع لكم بعد الفاصل. بوجي نورتنا قد الدنيا. ميرسي جدا جدا. ميرسي ونكمل معاكم. باي باي. لسه مكملين حلقتنا معاكم من سفير عزيزه وجينا الفقره بصراحه انا عجباني جدا 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 لان هنتكلم عن اللغه العربيه ولكن هنتكلم عن اللغه العربيه من شكل تاني خالص بطريقه مختلفه خالص عن اللي احنا متعودين عليه لان دايما من اللغات اللي مش سهل تعلمها اللغه العربيه. النحو بتاع اللغه العربيه مليان قواعد ومليان اسس ما بتبقاش سهله غير ان مدرس اللغه العربيه دايما احنا متعارف عليه ان هو شخصيه جد جدا شخصيه ما بتهزرش ليه هيبه كده. والواحد بصراحه كان يتمنى انه يتعلم اللغه العربيه بالطريقه اللي هنتعرف عليها النهارده كان فعلا هنحبها جدا وكانت هتبقى سهله جدا. والفضل في ده بيرجع لواحد من عشاق اللغه العربيه اللي من كتر حبه فيها قرر ان هو يخليها اسلوب حياه ويكسر الصوره النمطيه عن اللغه العربيه وقدمها بكل انواع الفنون غنى تمثيل سكتشات قصائد وكمان راب. يعني اي حد بيحب اي نوع من انواع الفنون دي اكيد هيبقى حابب ان هو يتعلم اللغه العربيه ويتعلمها بطريقه سهله جدا وهتحل مشاكل كتير جدا لانه مهم ان احنا نبقى عارفين لغتنا الاساسيه لغتنا الام. في الحقيقه فكره مبدعه وخلونا نعرف اكتر بقى كفايه انا كلام من ضيفنا اللي منورنا النهارده استاذ محمود موسى مؤسس مبادره كبسولات لغويه لتعليم اللغه العربيه. اهلا بيك استاذ محمود ومنورنا. اهلا بيك واهلا يا نهى. اهلا سعيد بيك سعيد ان انا معاكم النهارده واحنا إن شاء الله. جدا احنا كمان مبسوطين جدا خفيفه عليكم يا رب. لا خفيفه انت كسرت الدنيا خالص. انت كسرت الدنيا وعامل مهرجانات زي ما بيقول بيقولوا يعني بالسكتشات اللي بتعملها والكبسولات اللغويه دي. يعني حقيقه كلها حاجات حلوه جدا. انا كنت اتمنى ان انت اللي كنت تدرس لي عربي لانني اتحدث اللغه العربيه بطلاقه شديده. طلاقه ده شيء يشرفني انا والله. وبعدين هو يمكن لسوء حظي ان انا ما اشتغلتش اصلا مدرس لغه عربيه قبل كده. ويمكن هي اللغه زي ما قلتم بالظبط هي فكره حب. انا طبعا حبيتها من وانا صغير فخدت شكل من الاهتمام فقدمتها على سبيل ان انا بمارس حاجه بحبها فهوصل الحب ده للناس. طب انت اللي حببك في اللغه العربيه حاجه نفس طريقتك ولا حبيتها ازاي؟ هي الموضوع جه من وانا صغير وانا طفل كان برضو حظي كويس زيك يا سالي في مدرس العربي بتاعي. ما كانش بيعمل اي حيل او حاجه زي كده ولكن كان راجل دمه خفيف بيشرح بشكل كويس. حببك في الماده بالظبط كده. ويمكن حتى الجوانب اللي هي اختلفنا فيها وانا طفل. يعني هو قال حاجه فكنت باخد درس خصوصي مثلا فسألت فعرفت ان المعلومه مش دقيقه فبدأت الموضوع يثير اهتمامي وادور. فبقى من ساعتها بقى تنبهت انه الموضوع ممتع لما بتكتشفي الصح من الغلط ده بيبقى شيء جميل جدا. طبعا. لكن بقى في فكره ان انا بوصل اللغه فانا بعيد شويه عن فكره ان انا بقول للناس ادرسوا المناهج الفلانيه. ليه؟ انا لما تابعت الموضوع لقيت ان اي لغه في الدنيا لما بيكتسبها الشخص بيكتسبها لانه سمع بابا ومامته والناس اللي في بيئته بيتكلموا كده فاكتسب اللغه. حتى لغتنا احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي الطفل ما بيجيبوهوش يعلموه تركيبه الجمله ايه وبناء عليها لما عرف تركيبه الجمله بدا يتكلم باللغه دي. لا هو سمع فلقى ان في كذا قبل كذا مش عارف ايه ده اشتغل جوه عقله الباطن فلوحده وبدون حتى هو ما يقصد او يدرك. خصوصا ان الطفل بيبقى عقله زي السبونج زي السفنجه بالظبط كده بتستوعب كل حاجه وتتشرب كل حاجه بالزبط. زي الترجمان اللي بيبقى في الاماكن السياحيه هو ممكن ما يبقاش بيعرف يقرا ويكتب اصلا. ايوه ولكن حقيقي بيتكلم طلياني وانجليزي وفرنساوي واسباني بيتكلم لغات كتير جدا وبيعرف يتواصل مع السواح وبينطق صح بالزبط. من السمع من وهو صغير من السمع. وهو حتى في مقوله شهيره بتقول الاصل في اللغه انها سماعيه تؤخذ كما سمعت عن العرب. ويمكن ده شيء منقذ في حاجه مهمه على فكره علوم النحو والصرف اللي اتحطت دي كلها اللي هي كانت محاوله لفهم كيف كان يتكلم العرب ومحاوله لحفظ اللغه العربيه هي ما جاوبتش عن كل الاسئله. فقالوا طب ايه الحل هنعمل ايه؟ يبقى الأصل عندنا الشاهد اللغوي اللي احنا سمعناه عن العرب. لو لقينا ان العرب عملوا ده يبقى ده صح حتى لو القاعدة نفسها معرفتش لأن اللغة اكتشفوا انها أكبر من أن تحدها هذه القواعد.
طب ايه رايك نتفرج على الشغل بتاعك ونشوف بتحاول تعلم الناس ازاي اللغه العربيه ولكن على طريقه محمود موسى؟ اهلا بكم في كشف جديد في عياده اللغه العربيه. معكم الدكتور محمود موسى استشاري جراحه الالسن، وهذه روشتة اليوم. ضمة وفتحة وكسرة كانوا يا فندم أسرة من أكبر عائلات، لكن في قلب لساننا ماتوا وخشوا الجنة من كتر الصدمات. تلك المياه بالتاء قلت آه، هل لونوها؟ قالوا ميات أم مياه، ما دامت الهاء فليس ثم نقطتان. ورحت للسائق من بعد الوصول، ما هذه الدكائك؟ فهل سررت حينما رددت قلت في انتظارك؟ سأكتفي بهاتفي لأبلع الطريق. المفتاح لا يفتح ولن يفتح. لماذا؟ هل غيرت شيئا بالباب؟ أنا لم أغير شيئا، أنت التي غيرتي. لم يحدث. فالحادث الآن، قلت المفتاح بضم الميم وهو المفتاح، اسم آلة على وزن مفعال بكسر الميم. بقولك إيه، أنا عايز أعرف منك حالا إزاي أعرب الأعداد أو أعرف أكتبها باللغة العربية عشان بص. طب هدي نفسك بس وتعالى أعمل لك اللي أنت عايزه وهناخدها تاتا تاتا. يا ريت. يا مرسل الرسالة، يا صاحب الرنين، لا تظن أن غيبتي تجاهل لعين أو تآمر دفين، ربما كان لي شأني الذي حكم، ظرفي الذي احتدم وربما جريح. أنت قلت لي أنك أنت من زرع شجرة الصنوبر. أنا لم أقل شيئا كهذا. هل أنا تغير كلامك؟ بل إن كلامي كما هو، فأنا زرعت شجرة الصنوبر وليس الصنوبر. الصنوبر على وزن السفرجة. محد الشاب نائب فاعل، محد الشاب، محد الشاب، تخرجنا تخرجنا وولينا عبقري جدا. عبقري يا استاذ بجد، لانه الموضوع سهل قوي بالغنى، هيتحفظ هيتفهم هنحل. لا وبعدين الميزه كمان ان كلها الحان معروفه للناس، فسهله انها تتحفظ. بالظبط. لا ده انا بجد عايز اشكر اللي عمل برومو، واضح ان هو شغال عليه بقاله يعني كام يوم، فمتعوب عليه يعني. وبعدين انت كل ما شاء الله اكبر، انت صوتك حلو. اشكرك. كمان بتعرف تألف حلو، انت مركب الحاجات حلو قوي، التصوير حلو، الكواليتي بتاعت الصوره حلو. انت دارس ايه بقى؟ عايز هي لغه عربيه ولا فنيه ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ ودي اول صدمه في الحلقه. انا بكالوريوس تجاره عين شمس. يعني خريج تجاره عادي يعني، ما فيش اي بقى، ملوش اي علاقه باي حاجه، لا لغه عربيه ولا فن ولا 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 فنون. اصل خدوا بالكم يعني، انا هدخل كام كليه عشان اتعلم الحاجات دي يعني. هدخل كل معهد فنون مسرحيه، معهد موسيقى، زين عشان المونتاج مثلا اللي احنا شايفينه ده. طب التعليق الصوتي، هو حضرتك اللي بتعمل كل الشغل ده بايدك لوحدك من الالف للياء؟ من الالف للياء. يعني تاليف، اخراج، تمثيل، اداء، كل حاجه بالظبط، غنى، كتابه، كل حاجه. طب والشخصيات الكرتونيه دي؟ ما هي انا يعني، انا الشخصيه الكرتونيه في حاجات بالذكاء الاصطناعي دلوقتي تغير الصوت، فبرضه انا فبتاخد حاجه وتعملها بالظبط كده. عشان اجيب محاور برضه، اصل هو برضه خدوا بالكم فكره ان لو هعمل ده كله من خلال ناس واكلفه بقى والكلام ده، كل بند فيهم كام الف كده طبعا، فازاي يبقى خلاص. واللغه انا كل ده جهود فرديه، فمستحيل ابدا. لا احنا محتاجين نعرف طبعا التفاصيل كلها وابتدت ازاي، سر الخلطه بقى. سر الخلطه. لا ده مش سهل، ولكننا مضطرين ان نخرج الى فاصل سريع جدا. محدش شاف نائب فاعل، محدش شاف نائب فاعل، محدش شاف، محدش شاف. بشدة عرف الإنسان وبالنوائب دهرية، والابتلاء هو البرهان على الطباع البشرية.
شاف أسلوب تحضير ما حد شاف ما حد شاف. إياك ونوما يتأخر فالجسم بهذا يتدخر نوما محذر منه يدور أعراض مفعول به منصوب تقدير واحذر نوما قال إنه الفعل المضمر محدش شاف لكن ولكن حلو جدا جدا بجد مش عارف بجد يعني انا سعيده حببتني في اللغه العربيه والله انا سعيد ان انا سببت في كده حضرتك يعني مهتم قوي باللغه العربيه وبتعليم اللغه العربيه ليه ما دخلتش الكليه المناسبه انك انت تدرس اللغه العربيه ده سؤال مهم جدا فعلا لان هي الفكره ما جاتش في بالي من ناحيه انه انا هل انا عايز ادرس اللغه علشان اعلمها او اكون مصدر ليها ولا ان شفت من الطبيعي ان كل واحد فينا يكون مهتم باللغه اصلا ما ظنيتش ان انا المفروض لازم اكون كل الشعب يخش كليه متخصصه علشان يهتم باللغه حسيتها جزء من هويتنا ومن ثقافتنا وهكذا فلما استهوتني انا كان تلقائيا بيشدني اي حاجه ليها علاقه باللغه زائد بقى ان انا خفت انتوا عارفين كل حاجه لما بتتحول لمقرر بنكرهها ما تعرفيش ليه يكون قصيده شعريه جميله بالظبط قصيده شعريه جميله جدا لكن مجرد ما تبقى في النصوص او المقرر تحس ان احنا عايزه انام بالظبط ليه لان بقت اتفرضت عليا بقت واجب صراحة. بقت كده دي طبيعه ما تعرفيش بشريه ولا ايه بس هي في المطلق خفت ان ده يحصل لانه كمان زي ما قلت من شويه ان اللغه بتكتسب بالتاثر اكتر من الجوانب النظريه فخفت ان الجوانب النظريه اللي يبقى فيها حشو كتير واكراه على ان لازم ادرس الكم ده من المواد يقلب معايا بان انا اكره اللغه واتحول بقى الموضوع بالنسبه لي يبقى سخيف طب انا هرجع تاني للفيديوهات اللي انت بتعملها لان هي معموله بطريقه محترفه يعني لما اشوف ده هفتكر حد محترف عامله بجد صحيح. بجد والله يعني أشكر. سواء كواليتي الصوت كواليتي الصوره المونتاج اللي انت عامله تقطيع الحاجات تقطيع المشاهد الأفكار. اللي موجوده هي. الافكار عشان تعمل ده عملت ايه يعني ازاي طورت من نفسك حياتك دارس تجاره وبتحب اللغه العربيه أيوة. بقيه الادوات دي جبتها منين بصي هو زي ما كان عندي ايمان ان اللغه تكتسب بالممارسه فنفس الحاجات دي برضو لما استهوتني في الاول بتخبطي بتجربي بتطلعي حاجه فيها غلطات وهكذا شيئا فشيئا بتطوري نفسك فكانت الحاجات دي كلها بمارسها مع بعض بحب الهندسه الصوتيه من وانا صغير الاغاني دي انا اللي مسجلها وانا اللي عامل المكساج وانا اللي عامل برضو كل الحاجات دي فالممارسه وعندي برضو إيمان إنه الشخص لو ربنا إداله ملكة الإبداع في المطلق لو حطيتيه في أي حاجة هيبدع وبرضو زي ما بيقولوا الحاجة أم الاختراع زي ما قلت لكم من شوية زي ما مستحيل إن أنا أجيب ناس تقوم بكل المهام دي وأصل حاجة من الاتنين زي ما قلت لكم يا إما ماديا وده مستحيل يا تجيبي ناس متطوعة والمتطوع هيحطك على آخر اهتماماته لما يفضى لما يلاقي فائض وهو أكيد هيبقى معه عذره بس الفكرة أن أنا مش هقدر أستنى الفكرة أن أنا إيقاعي سريع جدا وعايز على مستوى التفرغ اللي أنا عملته للمشروع ده أنا بعتبر اللغة بالنسبة لي هو المشروع على بعضه يشمل أصل اللغة دي مش مادة اللغة دي يعني إزاي نمثل باللغة العربية إزاي نغني باللغة العربية إزاي قصايد تتكتب باللغة العربية فمشروع زي ده لو واحد بيقوم بعمل وظيفي وبيرجع بالليل يدور على وقت له مستحيل انا جربت صحيح. ده جربت اكون مستشار للنشر في دور نشر جربت اكون مدقق لغوي جربت اكون كذا على اساس ان انا لما ارجع يوم الاجازه لو عايز بقى اروح اعمل انترفيو او غيره بس حسيت انك انت لازم تكون متفرغ لتقديم النوعيه دي قطعا طيب كبسولات لغويه صح قلتها صح صح عياده اللغه العربيه معمل النحو كلها اسماء يعني اللي هو حاسه ان انا رايحه المستشفى عشان اكشف اشمعنى اخترت الاسماء دي هو الاولاني لما جه كر الباقيين يعني لما بدات كبسولات لغويه انا عملت صفحه في 2010 ويمكن عملتها برضو استفزازا من انه ولا كان نفسك تدخل طب مثلا لا 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 يعني انا استفزيت لما لقيت ان ازاي اداه زي فيسبوك مؤثره جدا والناس بدات تبقى عليها بالاقبال ده وما فيهاش صفحات للغه العربيه الكلام ده في 2010 فعملت الصفحه وبعدين لما اتطور الموضوع مع الوقت
بكتب سيناريو، فالسيناريو ده بيتحول لإيه؟ بيتحول لمشاهد بتتعمل في المسرح. فإيه المسرح هيتعمل إزاي؟ هسميه عيادة اللغة العربية لما عملته في ساقية الصاد. عايز أعمل كتاب، أو الكتاب على فكرة إزاي؟ ممكن تبقى عندك برضو في العقل الباطن إنه حاسس إن إحنا كلها مرضى ما عندناش لغة عربية، فأنت وارد طبيب وارد يكون هتخفف في أجيال وأجيال عندها مشكلة من اللغة العربية. وارد تكون فعلا نظرة لإن أي خلل هو مرض يحتاج لعلاج، فالمعالجة نفسها تكون الترجمة الله أعلم العقل الباطن ده. وبالنسبة للكتاب أهو الكتاب، بالنسبة للكتاب كلمنا عنه. كتاب معمل النحو برضو نفس نظرية التطبيق. أنا قلت للناس أنتوا عايزين تتعلموا الإعراب صح؟ لو أنا هقولك ادرس منهج النحو، فمعنى ده أن أنت لازم تعدي على حوالي 4 مجلدات، وأنا عارف أن أنت ما عندكش صبر. أنت عايز لو هاخد الموضوع قدامك بالطول هنقعد مدى طويل، أنت هتخاف تمشي. أنا هقطع طريق معاك بالعرض. يعني إيه؟ يعني هنقعك في الإعراب. في لما عملت الدواوين الحمد لله بتاعتي والناس حبت الشعر، قلت طب ما اجرب انزل الشعر ده معرب، يعني في اعراب للقصايد. فالناس قلت لهم انتوا في الاول هتتوهوا، يعني الاعراب انت هتلاقي نفسك ماشي مع الاعراب تايه في الاول، لكن بعد شويه هتلاقي في نماذج بتتكرر، هتلاقي انت اللي بتعرف بعد شويه. عندي سؤال، لما اسمع الاغاني دي او طريقه الاعراب او لما اللي هي القوانين بتاعه النحو، هل بعد كده سهل ان انا اعرف؟ يعني هتبقى لانها موجوده في دماغي فهشوف الحاجه هعرفها؟ هي بالطريقه دي ان شاء الله. وتعمدت برضو ان الكم ما يكونش كبير عشان الناس ما تستصعبش الموضوع. هي هتشوف النماذج العربيه بتتكرر قدامك، وشيئا فشيئا هتلاقي ان انت فعلا اللي بتعرفي. استاذ محمود بجد اللي حياتك بتعمله اكتر من رائع. اشكرك. ومهم جدا مش بس للاجيال الصغيره ان انت تسهل لهم اللغه العربيه، لا وكمان لينا يعني عموميه، لانه ممكن يبقى بنعرف بنقرا وبنكتب وكل حاجه، بس لغويا بننطق كلمات كتير جدا غلط. فاللي حياتك بتعمله ده كويس بالنسبه لنا كلنا. اشكرك. فميرسي جدا 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 على شغلك الفظيع، وميرسي ان انت نورتنا النهارده. انا اللي بشكركم حقيقي، انا كنت معاكم النهارده، واتمنى يا رب اكون افدت ولو بكلمه في اللي اتفرجوا علينا. لقد افدت بكلمات كثيره. شكرا. بنشكرك جدا يا استاذ محمود. كان معانا استاذ محمود موسى مؤسس مبادره كبسولات لغويه.